تشرفت اليوم بحضور اللقاء التواصلي من تنظيم جمعية منتدى أفرا والمركز السوسيو والثقافي بدوار أكادير لهنا المقاطعة الإدارية الأولى بشوية طاطا، واللي كان الموضوع ديالو هو موضوع جد مهم وهو التداول حول ورش السلالي على ضوء المستجدات القانونية الجديدة اللي صدرت سنة 2019، وكذلك على ضوء النصوص التنظيمية اللي صدرت سنة 2020، وكانت الفرصة لتقديم مختلف الخطوط ولا الخطوط العريضة اللي تضمنوا هذه القوانين هذه من قبيل إعداد لوائح أعضاء الجمعيات السلالية، كيفية اختيار النواب، تثمين الأراضي الجماعية، مسطرة الانتفاع من الأراضي الجماعية، وصولا كذلك إلى مسطرة تملك هذه الأراضي الجماعية، وهذا الشيء كامل في إطار التوجيهات الملكية السامية اللي دعات أنه خص الأراضي الجماعية تكون قاطرة للتنمية وفتح باب الاستفادة لفائدة أعضاء الجمعيات السلالية لتحسين أوضاعهم الاجتماعية بهذه المناطق هذه. أنا بالنسبة لجمعية منتدى أفرا لهيئة المجتمع المدني نظمت اليوم يوما دراسيا حول الأراضي السلالية على مستوى واحة أفرا. الهدف من هذا المنتدى هو تقريب الرؤى بين مختلف الفاعلين في هذا المجال، الجماعات السلالية، وأيضا تنوير ذوي الحقوق في هذا المجال، وأيضا التعرف على التطورات التي عرفها تحديد الإداري للأراضي الجماعية على صعيد جامعة أفرا. بين التوصيات التي خرج بها الملتقى هو العمل على توحيد الجامعة السلالية، طبعا تنوير ذوي الحقوق، طبعا زائد اعتماد آلية التشارك بين نواب أرض الجموع مع الساكنة حتى يتعرفوا على حقوقهم. منحت لي الفرصة لكي أتحدث عن تاريخ هذا العقار، تاريخ المراحل التاريخية التي مر في هذا العقار، وأعطيت إضاءات واقعية من خلال الوثائق التي توفرت لي والتي يعني اعتمدت عليها واستندت إليها من خلال تلك الوثائق. فقسمت هذه المراحل إلى 4 مراحل كبرى. المرحلة الأولى مرحلة ما قبل تأسيس زاوية تحسين، وهي في هذه المرحلة كانت الجماعة تحتكم لأعرافها وتطبق الأعراف فيما يتعلق بالأرض والعرف الخاص بالتعامل مع الأرض أراه واضح عند جميع القبائل. بعد تأسيس زاوية تحسين صار هناك احتكاك بين الثقافة الإسلامية والثقافة العرفية الأمازيغية، ولكن هناك نوع من التوافق، إلا أن بعض الأشخاص تدخلوا لكسر هذا التوافق في كثير من الأحيان، فحدثت الكثير من المشاكل فيما يتعلق بتحديد صفة ذي حق في الأرض الجماعية. في عهد الاستعمار استفحل الأمر أكثر، بحيث أن المستعمر لا هم له إلا الاستيلاء على الأرض بجميع الطرق، وإن كان ذلك في إدلال الجماعات السلالية، إدلالها وجعلها تحت تصرفه، فوقعت الكثير من الأشياء المؤسفة كإجبار أعضاء الجماعات السلالية على التصريح بأن هناك أملاك خاصة داخل الجماعة إلى غير ذلك من المشاكل. في عهد الاستقلال يمكن تقسيمه إلى مرحلتين، مرحلة صارت فيها الإدارة على منهج الاستعمار، ومرحلة استفاقت فيها الجماعة السلالية من أجل تحديد العقار وبالطرق وبالوثائق اللازمة يعني الدفوعات اللازمة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.